ولا اديني كذا اديني كنت في نفس البلاصه سي مصطفى على اخويا ستة بالنسبه للزوج ديال شحال من سنه كيشتغل في البحر؟ انا معدلي جيت عند الدكتور ماش خبروكم انه وراء وقع له بالنسبة للناس المسؤولين شنو ممكن تقول للناس المسؤولين في البحر؟ الله يأخذ فيهم الحق هذوك بعدا اللي خرجوا لي على راسي ما عندنا حتى واحد في الدنيا غير الله سبحانه وتعالى وهو كان دخل علينا الطرف ديال الخبز واش هو يدخل عليك؟ لمن كتحمل المسؤولية ديال هاد الحادث اللي وقع؟ الناس اللي ضربوه هما كيقولوا ما ديرش الضو ما يمكنش هو كان فين ما بيخرج ثلاثة البولات على الأقل والبيل هو الرابع هادشي كدو بردوني فيه الله ياخد فيهم الحق ما عندهم لا لاسيرونس لا والو بالنسبه للزوج ديالك عندهم ماشي اي واحد داخل البحر عنده ارقام الانسان معنا الكلمه عمر ما جرح حد ولا تعدى على شي واحد كلشي الناس هنا كيبغوا دايم الله تعالى قال لك يا الباب قداش طري هز مو هز مرته هز لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبة لك أنت كتشتغل سنوات اشتغلتي سنوات طويلة في البحر. أنا اشتغلت 35 عام في البحر. عيشت وتكبر هو وأنت وسلم عليا. عودت زينة فيه يلاه مسكين. الله قال بسم الله وحيد الدنيا وعجبني هي مشيت لسعيد. بالنسبة لهذيك القضية اللي كيقولوا أنه ما كانش شاعر الضوء ديالو. أنا ماشي قال الضوء طاشيت عليه هو عطاه للناس اللي بجنابه. السيد جارو عطاه الضوء ما عدوش هو عطاه الضوء. ولدي أنا عطاه الضوء لهذاك الحداد. الشاهد كاين. قلنا هو عطاه الضوء وعنده ثلاثة بولة. والبير هو الرابع. والفالوره اللي كتشعل وتطفى ديال العلامات كاينه في البطاقه عنده راه في لاماري وشي مسائل عنده شبك في البحر هو جالس في الميديو
البارك وجا قسموا في البلاصه فين جالسين هما الثلاثه. الدري في البروه تلاه البارك ودار اطراس باش يرجع ليه قتلو. الناس كيشوفوا فيه ما قدوش يقولوا هو راه قام السحله في الصباح. وانا هادشي كنعرفو مرارا وتكرارا مع الرياس ومع كلشي. انا براسي رايس عندي ورقه رياس عندي كلشي مع البحر مع كلشي. بالنسبه للتحقيقات اللي دارت حول الحادث واش كتشوف ان غادي التحقيقات تيقول سيدي حنا امام الله قدام الله ما غادي نغدروكم في المشى. حنا بغينا هاد السيده ما تضيعش هي والبنيه ديالها. حنا ما طامعين حتى شي حاجه. حنا بغينا الحق ديال هاد السيده مسكينه اللي ضيعها اليوم اللي تعبت عجبني كلشي. كندير لها دروك انا نسقيها انا نكسيها انا نمشي 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 الله تعالى وين هو تزينا فيه زادنا الحمل كنا مهنين من الحمل زادنا الى مهنين يا فضل وانا راه ورا عليا 4000 شهر انا عندي 56 عام في عمري فاش جبت على والو مهرس من ضلوع ومهرس من رجلي الله عالم بيا دايما الله تعالى فين بعدنا ما نقولوا بعدنا ما نديروا نطلبوا من الله العدل الحكومة تعطينا حقنا ولا تلغوا هو هذا ولا على الأسرة وكيف على الوالد شكون باقي مات الوالد شكون باقي مات الوالد فاهم ها كانت في الأسرة قدها ولك يسير عليكم ولك يسير عليكم ها خمسة الناس ولا ستة الدار هنا يسير علينا والمرأة دوتا هي يتيمة ها في الله وفق الله عطا الله هو هذا هاد السيد هذا الكريم مشى بين يديه السيد ما داش البحر خاطو دار البحر باك وليد ضربو انا شتوك واحد تقلب ما يبقى بين شي سيد باك وليد ضربو السيد فقدناه هاد السيد وخي كيما يكون الانسان فقدناه خويا فقدناه وفقدتو المرا ديالو فقدو ولدو باش بقينا يبا مريض شكون باقي باش يصرف يبا شكون صرف هنا مريض راه كيبان لك هادشي اللي كيبان لك انت تشوف الحال انت تشوف هاد الدول اللي بيبان لك عندهم انت تشوف كديم لا تا الله هو هذا بس كلمة دو تا حاجة كيتلف على يبا والناس عارفينه في السواق كيتلف على يبا داكشي اللي كيجي من البحر كيتلف على يبا كيحطو ما داو به راسو ما دا به ولدو ولدو مريض شكون بيداوي ليه شكون هاد السيد اللي بيداوي ليه ها يبا كيعاني من المرض مقدم ولا عارفه كيجي علينا في كسولة كيش منا طقم العيش ما يبقاش يدير كلش شكون بيعيش منا شكون بيعيش ولد ها مريض خاصو يعالجو خاصو يعالجو مريض خاصو يعالجو خاصو يعالجو خاصو يعالجو شنو لك تطلبي دابا من المسؤول؟ بغيت نشوفو ولا دروك بغيت نعيط يجيبو لي وخا ميتا نشوفو ها؟ كنقول لها المسؤولين ايه؟ المسؤولين بغينا السيدة يعاونها يتيمة ولا تصبري من يعاون السيدة الله يجزيكم بخير اش كتطلب انا؟ يا دري هذا ولد مسكين خسر لي 14000 ريال وهذا الدار بحال مسكين بغينا السيدة يعاونها حنا وبغيناش يعاوننا ما تخافش ما تخافش
هو الأخ عبد السلام التونسي الضحية ديال الفلوكة، خرج هو مع السبعة الصباح من الدار للنهار الأربعاء، وخرج في الليل وجانا الخبر مع العشرة ونص ديال الصباح ديال الخميس، الأخ ديالي توفى، خلى ثلاثة وليدات يوسف وكوثر وخديجة. اليوم الحالة ديالنا اللهم لا يرثى لها خمسة، لا مشكل اللي هو يا خويا. كيفاش تلقيتوا انتم الاسره ديالو الخبر ديالو؟ الخبر جاتنا حنا في ازمه بسمع الاخبار، وتاكدنا من برا هما الناس ضاعوا لنا كامل عند 10 ونص. بالنسبه للتحرك ديال السلطات وديال الانقاذ واش كيفاش؟ الانقاذ كانوا في البحر، حنا ما كناش في البحر، كانوا في البحر وديال الماري فاس فيه قاموا بلوجي مع ميامس الراجل ديال مزيان بصراحه ديالهم ديال الاقوال قلنا لهم المره ديالو وكيتابعوا السيد حنا قاد اي ما كنسامحوش. الاخ عندك كان هو اللي كيصير على الدار، هو اللي هو اللي هز الوليدات ديالو. شحال الوليدات شحال العمر ديالهم؟ كان سيدي 11 عام، كاين 8 سنين وكاين عام دري صغير. بالنسبه دابا الان مرت يومين وانتم كتنتظروا الجثه ديالو، كيفاش باش نقول الخبر غنشوفوه اي مكان كما كان خصنا نشوفوه الجثه ديالو ضروري تتفرج نشوفوه باش ناكدوا حنا من هذا السيد اللي راه تاكدوا منه ندفنوا حنا. بالنسبة للبواخر ديال الإنقاذ مازال الآن كتقلب عليه ولا هو وقفوا دابا؟ قلبوا كيقلبوا الواحد كيقلبوا كنشوفوا الأخوة اللي كيسمعوا حنا باش مشينا معاهم ما مشيناش هو ديال تمثيل. شنو النداء اللي ممكن أنه توجه الناس المسؤولين لها؟ الناس المسؤولين خصهم يوقفوا هذه السلطات، يوقفوا من النساء ديال إنقاذ البحارة كلهم ماشي غير خويا ولا كل من الإنسان ضاع الإنسان راه ضرورة ضروري الإنسان كان قضية ضرورية قلنا لا حنا ولا كل الناس العائله ديالك الناس تمر راسك مستمر كامل شتوني ايام في واحد الحاله لا يرثى لها كتبغيهاش والسيد تعدى عليهم عمد ما ظلم تقريبا هذا السيد فماشي بحري ودروك كيطالب بالشهود كيفاش انه كيفاش حكوا لكم ان الحادث وقع؟ الحادث سيدي شنو نقول لك الحادث في جوج ونص ديال الليل لان تقول كاين الناس بحال حداهم وهذا هو الحادث اللي غايجيب. لا كيفاش توقع؟ يمكن جا في يوم ما طافي الضوء ما يمكنش هما طافيين الضوء الناس ما كاينش كيتفضوا هو الضوء في لا يمكن شي واحد من الجوكا يمشي ناس يتفضوا انا فهاد الشيء كنقولها واخا ماشي بحري قانون البحر ما تتفش الضوء ماشي جالس في الدار ولا جالس في الخطر واش غيتفضوا راه كتبان لي 80 فلوكا قدامه وغادي لي بالنسبه للابناء ديالو الزوجه ديال الاخ ديالك كيفاش؟ خويا انا من حد الان ما كلات ما هضرنا دابا حتى ل 11 ونص عجبتهم السبيطار كنت تاكلش ما داوياش لان عندي السيد احمد ما كاينش حركه ما كاينينش لا ماكله لا شاده ولاد ما عرفتش حتى شي باقا مصدومه مصدومه لحد الان دابا حتى 11 ونص ليها جبتها من الدار لحد الان ولا مدخلة عندهم تقول ساكن لا ما يسخنوا يبردوا هذاك الراجل مسكين هو الله يرحمه كان تجيب المصروف ديالهم. الوليدات ديالو شحال في العمر ديالهم؟ يعني بين 11 عام و 8 سنين وعام ونص ثلاثه الابناء. الدراري باقي صغار الدراري ما كاينش ليها اي حنا راه باقي بجوج مسائل طيب عليهم ما كاينش ليها 16 شهور من واحد على واحد